إيران دخلت الحرب الأوكرانية بشكل رسمي وعملي، وذلك من خلال طائراتها المسيرة التي بدأت فعلا بتنفيذ ضربات عسكرية في الداخل الأوكراني. كل هذه التفاصيل أصبحت واضحة من تصريحات ومعلومات استخبارية تحدثت عنها الحكومة الأوكرانية، وتحديدا أليكسي أوريستوفيتش. هذا الرجل هو مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، هو الذي تحدث عن هذه المسألة وثبت تصريحاته مع دراسات الحرب بهذا الشكل، وقال أرسلت إيران بالفعل 46 طائرة بدون طيار إلى روسيا، والحكومة الأوكرانية لاحظت بالفعل استخدام هذه الطائرات بدون طيار في القتال في أوكرانيا. ما هي الطائرات المسيرة يا ترى التي أرسلتها إيران، أو على الأقل التي بدأت فعلا تنفذ هذه العمليات العسكرية؟ نتحدث هنا عن طائرة شاهد 129 القاصفة التي بإمكانها بحقيقة الأمر من التحليق لمسافة 1700 كيلومترا لمدة 24 ساعة وبسرعة 150 كيلومترا في الساعة الواحدة. طائرة قاصفة قادرة على تنفيذ الكثير من العمليات العسكرية المهمة للغاية. كيف عرفنا بأن هذه الطائرة فعلا روسيا بدأت باستخدامها في الداخل الأوكراني؟ هذه حقيقة كشفتها أساسا الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي الشهر الماضي عند زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، إلى المملكة العربية السعودية. هو تحدث بهذه التفاصيل وكشف هذه التفاصيل بالتمام والكمال. بالإضافة إلى ذلك أن CNN نشرت بعد ذلك تفاصيل مهمة جدا لوصول الوفد الروسي إلى مطار كاشان وبدء زياراته منذ يونيو الماضي بهذا الشكل الذي ترونه بصورة للقمر الصناعي، وأن هذا الوفد الروسي هو كان بجانب هذه الطائرة التي نتحدث عنها، طائرة مسيرة شاهد 129، بالإضافة إلى طائرة أخرى وهي شاهد 191. ولكن الأنباء كلها عن هذه الطائرة القاصفة شاهد 129، وهذا الأمر أصبح واضحا من أنباء مكثفة من الأوساط الأوكرانية والأوساط الروسية الشهر الماضي، وتحديدا من 24 من يوليو والخامس 25 من يوليو. لاحظ هذه كلها طبعا وكالات أوكرانية تحدثت عن وصول شاهد 129 إلى روسيا، إلى الداخل الروسي لاستخدامها في الداخل الأوكراني. هنا أيضا كما تلاحظون شاهد 129 من وكالة أوكرانية أخرى، بالإضافة إلى ذلك إلى مواقع روسية كثيرة، هذه واحدة منها تحدثت عن شاهد 129 ودخولها إلى روسيا بشكل واضح. وهذا يوضح بأننا دخلنا في مرحلة التطبيق في ظل هذه العمليات التي نتحدث عنها، وهذه التفاصيل طبعا جعلت روسيا وتحديدا صحيفة غازيت الروسية كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن هنالك إمكانية لهذه الطائرات لقلب المعادلة. بحسب خبراء ومحللين سياسيين روس قالوا أن هنالك سيكون هنالك قلب المعادلات العسكرية، وأن الروس سيتمكنون من خلال هذه الطائرات بخلق مساحات أكبر، بالتقدم بشكل أكبر بسبب هذه الطائرات المسيرة. وهذه قد تكون أمورا غير مقنعة للبعض، بأن كيف لروسيا الدولة العظمى التي تعتبر ثاني أقوى قوة عسكرية على مستوى العالم أن تستفد من طائرات مسيرة إيرانية في الحرب في أوكرانيا. هنالك ثلاث حقائق يجب أن ننتبه إليها. الأولى بأن نسبة كبيرة من الطائرات المسيرة الروسية قد خسرتها روسيا في الأسابيع الأولى من الحرب الأوكرانية من العملية العسكرية التي بدأتها في أوكرانيا. كذلك الطائرات المسيرة التي بقيت لدى الروس هي طائرات أورلان التي يستخدمونها في أوكرانيا، هي طائرات أساسا قد صممتها روسيا من أجل الأمور الاستطلاعية أكثر من الأمور الحربية، ليس كما هو الحال مع الطائرات المسيرة الإيرانية المتقدمة على المستوى الحربي. كذلك بأنهم توقفوا عن التقدم في شرق أوكرانيا، وهذه حقيقة ثبتها أيضا معهد دراسات الحرب بتفاصيل لأسابيع الآن. نتحدث منذ أكثر من أسبوع القوات الروسية تواجه مشكلة في التقدم إلى شرق أوكرانيا، هذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس الذي يأتي طبعا إلى شرق أوكرانيا، هذه هي الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك. القوات الروسية سبق وأن سيطرت على لوغانسك بشكل واضح، وبأنها أصبحت تسيطر بهذا الاتجاه على هذه المناطق، وأن الهدف الأساسي بالنسبة للقوات الروسية هي هذه المنطقة سلوفيانسك وكراماتورسك، تحديدا هنا سلوفيانسك وهنا كراماتورسك. ولكن لا زالت هي أيضا تواجه مشكلة في باخموت، وأيضا تواجه مشكلة للتقدم في هذه المناطق التي ترونها بهذا الاتجاه. القوات الروسية فعلا تمكنت نوعا ما من التقدم بهذه الاتجاهات، لكن في
باخموت هنالك مشكلة، هنالك أساسا بدأت المعادلات تنعكس عليهم لأسباب مهمة للغاية، أن أسلحة الناتو قد دخلت إلى المعركة. القوات الأوكرانية استلمت أسلحة متقدمة من الناتو على مستوى المدافع، على المستوى الصاروخي، وتصل إلى كيلومترات، بل تصل إلى أساسا إلى الداخل الروسي إن أرادت القوات الأوكرانية من استخدامها. ولهذا أصبحت الأمور صعبة حتى على مستوى عندما نتحدث هنا إلى مدينة إيزيوم التي تسيطر عليها القوات الروسية. بدأت القوات الأوكرانية تدفع القوات الروسية التي تقدمت من إيزيوم حقيقة إلى إيزيوم، بدأوا يدفعونها وبدأوا يدافعون عن هذه المنطقة بشكل دقيق للغاية. إذا ما اقتربنا مثلا من هذه المنطقة التي نتحدث عنها من إيزيوم بحسب معهد دراسات الحرب والتفاصيل التي نشرها، هنا اقتربنا من سلوفيانسك وكراماتورسك بين عطافة بسيطة إلى اليمين. سنأخذ الآن العلامات الحقيقية وما جرى بالفعل على الأقل خلال 48 ساعة الماضية. هنا كما ترون هذه هي سلوفيانسك، وهنا بارفينكوفا بهذا الاتجاه. هنالك ثلاثة نقاط التي تمت فيها التطورات طبعا بالنسبة للقوات الأوكرانية. هنا مازانيفكا بهذا الاتجاه، وكذلك هنالك منطقة أخرى وهي بهذا الاتجاه، وأيضا هنالك نوفا ديمتريفكا وهنا ديمتريفكا بهذا الاتجاه. هذه الثلاثة مناطق هي المناطق التي جاءت فيها التطورات. القوات الروسية هي أساسا تسيطر على إيزيوم، وهي كانت تضغط بشكل كبير على هذه النقاط الثلاثة التي نتحدث عنها. هي أيضا موجودة في ليمن، وكذلك هنالك ضغط كبير جدا وقصف على هذه المناطق للتخلص من القوات الأوكرانية. الهدف الأساسي للقوات الروسية أساسا هي التقدم إلى هذه المناطق التي ترونها، إلى نوفا ديمتريفكا وبارفينكوفا من هذه الاتجاهات طبعا، من أجل قطع الطريق الذي يمتد بهذا الاتجاه إلى طبعا سلوفيانسك، من أجل عملية محاصرتها وبدء خنق هذه المنطقة. ولكن هذا أصبح الآن الأمر مختلفا تماما. فإذا ما أخذنا هذه التفاصيل بحقيقة ما جرى، فالقوات الأوكرانية الآن وبشكل مفاجئ للغاية دفعت القوات الروسية بهذا الاتجاه من هذه المناطق الثلاثة، من ديمتريفكا وكذلك من ديبروفينا بهذا الاتجاه. هذه المنطقة المهمة أيضا دفعوها، وأيضا تمكنوا من دفعهم من مازانيفكا بهذا الاتجاه. وبالتالي القوات الروسية بدأت تواجه مشكلة. القوات الروسية أساسا بسيطرتها على إيزيوم تأتي سيطرتها تقريبا بهذا الشكل الذي ترونه، بهذا الشكل التقريبي من هذه المنطقة التي نتحدث عنها. وبالتالي القوات الأوكرانية الآن يبدو بأنها هي من تتقدم، بدأت تخرجهم، بدأت تحاول دفع هذه القوات الروسية. والواضح بأننا قد نكون أمام تفعيل للهجمات بهذه الاتجاهات، خاصة وأن هذه المنطقة هي منطقة غابات، ومن الممكن للقوات الأوكرانية أن تتخذها كنقطة للضغط على إيزيوم بشكل أكبر، وبالتالي التمكن من الدفاع بشكل كبير للغاية. لذلك واضح جدا أن الطائرات المسيرة الإيرانية ستكون مفيدة في عملية اصطياد أسلحة الناتو بشكل واضح، وكذلك الأرتال التي تتقدم الأوكرانية تجاه القوات الروسية، أو حتى ضرب مراكز قيادة، مراكز استخبارات أو غيرها. سنرى بكل تأكيد ما الذي سيحدث، وكيف من الممكن لهذه الطائرة أن تقلب المعادلات. هذه المسألة ودخول الطائرات المسيرة الإيرانية بشكل واضح إلى الحرب الأوكرانية هي تعقد الكثير من التفاصيل. فهنالك تفاصيل قادمة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وهي باربرا ليف، تحدثت إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بأن الطائرات المسيرة الإيرانية التي تستخدمها الفصائل المسلحة الموالية لها في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، أو حتى التي تستخدمها الآن روسيا في الداخل الأوكراني القادمة من إيران، هي كلها أساسا قادمة من الصين. والمقصد هنا ليس الطائرة بأكملها، وإنما قطع مهمة ورئيسية من هذه الطائرة هي تأتي من الصين إلى إيران وتشكل في إيران، وبعدها يتم توزيعها في هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام الصين وإيران وروسيا في تعاون كبير للغاية، بل إن هذا التعاون أصبح أكبر بكثير الآن بين إيران وبين روسيا، وصل على مستوى الفضاء. تخيل بأن الآن كانت هنالك حقيقة تفاصيلا قادمة من 3 أغسطس بين روسيا وبين إيران. الحديث كان بشكل رسمي من الإيرانيين والروس بأن الروس سيساعدون الإيرانيين في إطلاق قمر صناعي إيراني من كازاخستان، وإيران قالت بأنها ستستخدم هذا القمر الصناعي في مراقبة الحدود الإيرانية، المياه، موارد المياه، وكذلك الزراعة. ولكن الأمور تغيرت بتفاصيل
أيضا استخبارية جديدة نشرتها الواشنطن بوست الأمريكية واهتمت بها تماما التلغراف البريطانية، تحدثت بأن روسيا هي التي ستستخدم هذا القمر الصناعي من أجل التجسس على الأوكرانيين في حربها ضد أوكرانيا، وبعد ذلك ستسلمها إلى الإيرانيين، وهذا ما ثبتته الواشنطن بوست على هذا الأساس. قالت تريد روسيا استخدام القمر الصناعي لبضعة أشهر أولا للتجسس على الجيش الأوكراني قبل أن تسلم السيطرة على القمر الصناعي إلى إيران، وأضافت القمر الصناعي مجهز بكاميرات متطورة عالية الدقة. هذه القضية طبعا تأتي قاضية كضربة قاضية للمفاوضات النووية على ما يبدو، وتؤثر عليها كثيرا، خاصة أن بلومبرغ الأمريكية كشفت الخميس الماضي مع عودة المفاوضات النووية بأن هذه المفاوضات أمامها 72 ساعة، أمام فشل أو نجاح المحادثات 72 ساعة بحسب مسؤولين غربيين مطلعين على هذه التفاصيل. إنريكي مورا المنسق الأوروبي طبعا رد على هذا الكلام الذي صدر من المسؤولين الغربيين إلى بلومبرغ الأمريكية، وقال إن هذا الكلام غير صحيح، ولكن في نفس الوقت هو لم يستبعد إذا ما كانت نهاية هذا اليوم سيتم الإعلان بشكل مفاجئ عن اتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكي نفهم الآن، هنالك تفاصيل كثيرة تجري في عملية المفاوضات النووية هي تعقدها، المسألة معقدة، المسألة ليست سهلة. هذه النقاشات التي تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران على مستوى غير مباشر، وأوروبا هي التي تقود هذه المحادثات. الآن المحادثات تجري حول نص أو مسودة قدمها جوزيف بوريل، وهو الرجل المسؤول عن السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هو الذي نجح في عملية عودة أو إعادة هذه المفاوضات. المشكلة الحقيقية أن إيران تريد عدد من الأمور، والولايات المتحدة الأمريكية قالت أنا بالنسبة لي لن أتنازل بعد الآن، هنالك اتفاق على الطاولة، خذيه يا إيران أو ستفشل هذه المفاوضات النووية. بالنسبة لإيران هنالك عدد من المشاكل التي تمنعها من العودة إلى هذه الاتفاقية. أولى هذه الأمور هي متعلقة بمؤسسة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني. إيران بالنسبة إليها قالت لا ترفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب، ولكن ارفع العقوبات عن مؤسسة خاتم الأنبياء لكي تتوفر لنا الكثير من الأموال. هنالك كثير من الأموال في هذه المؤسسة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا رافضة لواحدة من الأسباب المهمة، بأن هذه الأموال قد تستخدم في السياسة الإقليمية الإيرانية، أي بما معنى في دعمها لفصائلها المسلحة في المنطقة وتزيد من خطرها. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الخوض بهذه المسألة، بالإضافة إلى ذلك إلى أن إيران تريد ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة أن الكونغرس الأمريكي لم يعتبر هذه الاتفاقية كمعاهدة، لم يصوتوا عليها. بمعنى آخر، أن أي إدارة أمريكية قادمة إن كانت جمهورية أو ديمقراطية أو تغير الرئيس بأي شكل من الأشكال، فمن حق الإدارة الأمريكية القادمة أن تنسحب من هذا الاتفاق وتعيد فرض العقوبات على إيران. ولذلك إيران لا تمتلك أي ضمانات في أن يكون هنالك سيناريو مشابه لسيناريو ما جرى مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. بالإضافة إلى ذلك إلى أن إيران لديها مشكلة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تريد أيضا أن تنهيها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدت أجزاء لليورانيوم موجودة في 3 مواقع في إيران، إيران لم تصرح بها سابقا. سألت إيران عن هذه المسألة، ما الذي تفعلينه يا إيران في هذه المواقع؟ إيران قالت وبررت هذا الأمر وأجابت، وقالت إن هنالك تلوثا معينا قد جرى في هذه المنطقة. وطبعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفضت هذه الإجابات على المستوى الفني، وكانت هنالك إدانة وتراشقا للإجراءات بين إيران وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالتالي إيران تريد أن تغلق هذا الملف، لا داعي لهذا الملف، فهذا لن يعني بأننا سنصل إلى القنبلة النووية، وكذلك نريد ضمانا من الكونغرس الأمريكي هو غير متحقق. وبالتالي المسألة معقدة للغاية، ولكن الواضح الآن من ما جاء به جوزيف بوريل من هذه المسودة الجديدة التي لم تتبين تفاصيلها حتى هذه اللحظة، بأن أوروبا قد تلعب هي دور الضامن بدلا من الكونغرس الأمريكي حتى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا من أجل تحقيق عدد من الأمور، ألا تصل الأمور إلى الخطر النووي. وكذلك إبقاء إيران على الطاولة هو أفضل للجميع من أن تتوجه إيران إلى القنبلة النووية، ولكن المسألة الروسية ودخول الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا واستخدام القمر الصناعي من قبل روسيا، القمر الصناعي الإيراني للتجسس على الأوكرانيين، يجعل هذه المسألة معقدة للغاية، وقد تكون سبباً في فشل المفاوضات النووية بكل تأكيد. الأهم من هذا الأمر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام فرصة مهمة، أصبحت العودة للاتفاقية النووية على ما يبدو
هي مهمة للغاية بالنسبة إليه، ليس فقط لمنع إيران من الوصول للقنبلة النووية أو من التقدم على مستوى أجهزة الطرد المركزية الخاصة بها التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم، ولكن على مستوى آخر بأن الحزب الديمقراطي بدأ يحقق نتائج مهمة للغاية. على سبيل المثال، بحسب ما نشرته استطلاعات الرأي في 538، أن رأي الناخب الأمريكي إذا ما كان يريد الديمقراطيين أن يسيطروا على الكونغرس الأمريكي أو الجمهوريين أن يسيطروا على الكونغرس الأمريكي، الآن الإحصائيات توضح ولأول مرة منذ نوفمبر الماضي أن الديمقراطيين قد تقدموا كما تلاحظون هنا بهذا الشكل، تقدموا على الجمهوريين هذه لأول مرة وبنسبة 0.1%. قد تبدو عادية هذه النتيجة، قد تبدو ليست مهمة، ولكنها مهمة للغاية بالنسبة للديمقراطيين لسبب مهم. إذا ما عدنا مثلا إلى يونيو الماضي كما تلاحظون في 16 من يونيو، فإن الحزب الجمهوري كان متقدما بنسبة 45%، أي بفارق 2.6%. إن كل المصوتين الأمريكيين يريدون الحزب الجمهوري أن يسيطر على الكونغرس الأمريكي بدلا من الديمقراطيين. الآن تغيرت المعادلة وبدأ الجمهور يميل إلى الديمقراطيين أكثر، حتى على مستوى مجلس الشيوخ الأمريكي كما تلاحظون هنا بهذا الشكل، فإن في مجلس الشيوخ الأمريكي أصبحت النسبة بالنسبة لاستطلاعات الرأي لفرص الحزب الديمقراطي بحسب الـ 538 للفوز بالأغلبية أو الحفاظ على الأغلبية التي يمتلكونها الآن بنسبة 59% مقابل 41%. الأمور كانت 51% للحزب الجمهوري، وكان طبعا وأمام الحزب الجمهوري مقعد واحد فقط ليفوزون فيه ليسيطروا على مجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن الآن الحزب الديمقراطي تقدم على مستوى 53% في البداية، والآن قفز إلى 59% لأغراض داخلية بكل تأكيد، وقد تكون الاتفاقية النووية إذا ما نجح الرئيس الأمريكي جو بايدن في العودة إليها ستغير الكثير. حتى على مستوى مجلس النواب الأمريكي في هذه الانتخابات القادمة المهمة في نوفمبر القادم طبعا، فإن الجمهوريين انخفضت مسألة فرصهم في الفوز في الأغلبية لمجلس النواب الأمريكي بنسبة 80% بعدما كانوا 87%، انخفضوا إلى 83%، والآن إلى 80%. الديمقراطيين ارتفعوا إلى نسبة 20%، يقللون من الضرر القادم. واضح أن الجمهوريين سيفوزون في مجلس النواب الأمريكي بحسب استطلاعات الرأي، ليس فقط في 538 بل في Real Clear Politics كذلك، ولكن الأمور واضح أن الديمقراطيين يبحثون عن كسب المزيد، وبالتالي العودة للاتفاقية النووية قد تكون مفيدة على مستوى العودة أيضا إلى الحصول على الطاقة الإيرانية في السوق، وأيضا منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية، بالإضافة إلى أداء جيد للديمقراطيين على ما يبدو في الداخل الآن الأمريكي في هذه الفترة قبل انتخابات نوفمبر القادم، قد تعني الكثير بكل تأكيد. ولكن هل لما يجري في روسيا واستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية سيقضي على فرص العودة للاتفاق النووي؟ سنرى هذا الأمر خلال الساعات أو الأيام القادمة.